اخوان اهلا وسهلا بكم بجامعة الكفيل بهذا اليوم الجميل المصادف 8/12 سنة 2020. اليوم راح نسولف شوي عن كلية عن جامعة الكفيل، انا ضمن طلبة كلية طب الاسنان طبعا. اليوم راح نسولف ليش اختارينا هاي الكلية، ليش اختارينا جامعة الكفيل، ليش اختارينا كلية طب الاسنان، ليش راح احنا ندخل جامعة الكفيل على مود نختار بعض الاقسام الموجودة بها. جامعة الكفيل تعتبر من ضمن الجامعات الاهلية الموجودة بالعراق، ضمن جامعة الرصينة طبعا، كونها تحتوي على مختبرات ذات جودة عالية، هم الكادر التدريسي الكفو، كونهم أصحاب شهادات عليا ماجستير ودكتوراه. تعتبر جامعة الكفيل من أرقى الجامعات الموجودة في العراق، تحتوي على عيادات تقدم المعلومات والممارسة لطلاب طب الأسنان، وحيث ذلك لا يتواجد في بقية الجامعات الأخرى. وكذلك يعتبر الكادر التدريسي في جامعة الكفيل من أرقى الكوادر التدريسية الموجودة والأكثر مهنة وعلمية، حيث تقدم الكوادر التدريسية جميع المعلومات المطلوبة التي يحتاجها طالب طب الأسنان لكي يصبح من أجود أنواع الأطباء الموجودين في العراق. سبب اختيار جامعة الكفيل أنه بسبب الرصانة العلمية الجيدة والأساتذة المتميزين، يعني مقارنة بباقي الجامعات، فحبينا أنه نسجل بها وجيت بها، وشفنا هذا الشيء أنه موجود يعني بالجامعة بالنسبة للمختبرات وبالنسبة لل يعني القاعات الدراسية وأسلوب الأساتذة، يعني جيد جداً.